السلام عليكم خويا خواتي، مرحبا بكم مع كاكوشا فلوكس. اليوم في هذا الفيديو هذا غنتحرك واحد البلاصه ما عمرنا درنا واحد الطريق. تبقوا معايا الفيديو، شكرا لكم. Thank you.
اخوان هاد البلاصه كيقول لها مقام الطلبه. هاد اخو هاد البلاصه هادي كيقول لها مقام الطلبه، بعيده من تيفر شي 15 كيلومتر ولا 16 كيلومتر. جيت ليها يعني البلاصه ما عمري جيت ليها يعني من 2012 ما جيتش ليها، وقلت نجي فيها شي دويره اليوم ان شاء الله. كما كتشوف اتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا واللوك جديد هو هذا. جماعة مقام الطلبة you
اخوان غنسرح شي شويه غنضرب هاد المونعيش هذا ونسرح شويه نزيد بحال مع الطريق، لان الصراحه ملي كتريني من نهار الحد للحد كتكون شويه قاصحه الصراحه، ملي كتكون هذاك الحد يعني خصك تريح فيه انت كضرب فيه تماره يعني السيمانه كامله وانت خدام، وكتزيد نهار الحد كتزيد يعني التعب والارهاق. فقررت اليوم ما غاديش نجري بزاف، يعني غنضرب هذاك 30 كيلومتر 15 وغنرجع بحال للدار. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا ان شاء الله. شكرا لكم بزاف. المازوت ديالنا حنا صحاب الدراجات هو هذا المازوت ديالنا، راهي بخيب ما كله كاع رايبي بلا ما نقول منعيش الله يعمر هذا. عسير انا لخط عليك، عسير انا لخط عليك في الطريق.